طبعا. شبهة التسلل تعرض ليها تاني مروان في المباراة الأخيرة مع الوداد، بس الملاحظ كان الفرق في الأداء لدى مروان. يعني مروان لعب برغم من الشبهة دي، بس لعب وكمل وأداؤه كان فارق، وملاحظ في الفترة الأخيرة أداؤه الفارق عن وجود فايلر. شفت مروان بشكل شخصي إزاي؟ مروان واضح جدا ان الراجل عايز يديله الثقه في نفسه، يرجع له ثقته في نفسه. بيلعب باساسي، لعبه الماتشين، و يعني دي برضو لازم مروان يحط في اعتباره ان الراجل بيديله فرصه ومقتنع بيه، دي تساعده، لان هو مروان تعرض الى حمله، مش حمله يعني، الى انتقادات شديده جدا، والناس معذوره، ما الناس عايزه اللي يلعب ويجيب جون و انت كنت في مرحله دروب. النهارده الراجل اداك فرصه كويسه، وانت بدات الناس اللي كانت بتهاجمك بدات الناس، لانه بيستغلها بشكل كويس. أيوة. يعني احنا شايفين انه بيستغل الفرصه دي بشكل، وانت تمام. حضرتك عارف انت يعني كنت يعني مهاجم كبير، وعارف انا في وجهه نظر يا كابتن هاني بصراحه، يمكن انا كنت في الاستاد التحليلي بقول انا باجي مش راس حربة النادي الاهلي. يعني وجهه نظر الفنيه طبعا، في ناس تختلف معايا وفي ناس تتفق معايا، مش هو اللي هو يعني الراس حربه. يمكن موسيماني برضو مقتنع بهذا الكلام، يمكن انا برضو قريت في اكتر من حوار ان هو بدليل ما نزلوش حتى في نزلوش وبيدوروا على راس حربه وبتاع. لا راس حربه النادي الاهلي لا، مش بادج، مش ممكن يكون كابتن علاء، وانت عارف ان بادج ممكن في ستايل لعب معين موسيماني حبه، في كل عنصر من عناصر او من كل مركز في ستايل معين بيلعب بيه، فبالتالي يعني مثلا لو في عندك سرد باك ما بيعرفش يطلع كرة من تحت وانت عايز تبني، فمش هتعرف تجيب سرد باك، بالرغم ان هو سرد باك كويس، لكن ممكن هو مش مع الفكر بتاعي بالظبط. يعني ممكن هو يشوف لا انا عايز العب بطريقه معينه، ده في نشاز شويه في الجزئيه ديت، وبالتالي حتى ما شفناهوش على سبيل التغيير، حتى بيدخل اجاير راس حربه شويه، احمد الشيخ شويه، كهربا شويه. فتفتكر ان ممكن يكون في تغيير في اللعيب، او في لعيب او راس حربه جديد داخل النادي الاهلي مع بدايه الموسم القادم؟ انا اعتقد طبعا النادي الاهلي بيبقى يعني حريص في صفقاته وما بيعلنش، لكن انا اعتقد ان هو متهيألي بيدور على راس حربه، بيدور على حد بيك اب لمروان، لان مروان هيبقى ممكن لوحده، وباجي مش اللي هيمشي مع مدرسه موسيماني.